خلونا نبتدي بالأخبار اللي معانا. الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالا هاتفيا امبارح بالملك عبد الله الثاني عاهل الأردن، وتناول الأوضاع المتوترة في المنطقة وخاصة في قطاع غزة. جدد الرئيس السيسي إدانة مصر للهجوم الإرهابي اللي تعرض ليه أحد المواقع على حدود الأردن مع سوريا، وأكد أكد دعم مصر الكامل للأردن الشقيق وحرصها على أمنه واستقراره. كمان امبارح تلقى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي من المستشار الألماني أولاف شولتز، وتناول اتصال الأوضاع الإقليمية واتساع دائرة التوتر في المنطقة. استعرض الرئيس الجهود المصرية المكثفة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة والمبادرات المتعلقة بتبادل المحتجزين، وده طبعا بهدف توفير الحماية للمدنيين في القطاع اللي بيعانوا على مدار عدة أشهر من أوضاع إنسانية كارثية. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها الاتصال اللي أجراه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالملك عبد الله الثاني عاهل الأردن، تناول الأوضاع المتوترة في المنطقة خاصة في قطاع غزة، وجدد الرئيس إدانة مصر للهجوم الإرهابي اللي تعرض له أحد المواقع على حدود الأردن مع سوريا، مشيراً لدعم مصر الكامل للأردن الشقيق وحرصها على أمنه واستقراره، وهو ما ثمنه العاهل الأردني في ضوء علاقات الأخوة التاريخية بين الدولتين والشعبين. كما تباحث الزعيمان حول الجهود الجارية لتهدئة الأوضاع بقطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة لأهالي القطاع، محذرين من خطورة استمرار التصعيد العسكري بما يعرض الأمن الإقليمي لتهديدات متنامية، ومؤكدين أن إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية هو الضامن لاستعادة الأمن والسلام الإقليميين. امبارح تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي من المستشار الألماني أولاف شولتز، تناول الاتصال الأوضاع الإقليمية واتساع دائرة التوتر في المنطقة، واستعرض الرئيس الجهود المصرية المكثفة للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة والمبادرات المتعلقة بتبادل المحتجزين في هذا الإطار، وده بهدف توفير الحماية للمدنيين في القطاع اللي بيعانوا على مدار عدة أشهر من أوضاع إنسانية مأساوية. كما شدد الرئيس على ضرورة تحرك المجتمع الدولي للضغط في اتجاه تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة. امبارح تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضاً اتصال هاتفي من سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تناول الاتصال مجمل الأوضاع في الشرق الأوسط وخطورة توسع دائرة الصراع الجاري، وتم استعراض الجهود المصرية والإقليمية والدولية الرامية للتوصل لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإغاثية للقطاع بكميات كبيرة وفي أسرع وقت. كما تم تناول الدور المحوري اللي بتقوم به الأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة في تقديم الدعم والإغاثة لأهالي القطاع، لا سيما من خلال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا اللي تم تأكيد أهمية مواصلة تمويلها لتتمكن من أداء دورها الإنساني. امبارح أكدت الحكومة إنه لا صحة لإلغاء رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح، وقالت إنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وشددت على سريان رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح وفقاً للقرار الوزاري رقم 189 الصادر بتاريخ 1 يونيو 2023، واللي بينص على مد العمل بأعمال القرار الوزاري رقم 1525 لعام 2017 بفرض رسوم مكافحة الإغراق على الواردات المغرقة من صنف حديد التسليح أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان ذات المنشأ أو المصدرة من تركيا وأوكرانيا والصين، وده لمدة 4 سنين من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية، موضحة أنه لا توجد أي دراسة لتعديل الرسوم المطبقة أو إلغاء العمل بها. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تفقد مجمع الصناعات الهندسية بإدارة المركبات بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة، واللي بيأتي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الميدانية لمنظومة التأمين الفني للمركبات في القوات المسلحة. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه استمراراً لدور مصر الداعم للأمن والاستقرار داخل القارة الإفريقية، نظمت القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الخارجية دورة تدريبية لعدد من الكوادر الإفريقية بقيادة قوات حرس الحدود. تضمنت الدورة عقد العديد من المحاضرات تناولت الموضوعات الخاصة بتأمين الحدود ونظم المراقبة الحديثة وأعمال البحث والإنقاذ والأمن السيبراني والإسعافات الأولية ونظم المعلومات الجغرافية GIS.
امبارح استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمقر وزارة الداخلية الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان القوات المسلحة، ووفد من كبار قادة القوات المسلحة، وده لتقديم التهنئة لوزير الداخلية والهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة. بالنسبة لأخبار المحافظات، في كفر الشيخ التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي نظم معرض لتوزيع الأثاث المنزلي على الأسر الأكثر احتياجاً. أما في وسط سيناء فبيتم تنفيذ مشروعات مخرات سيول جديدة وتطوير مدخل مدينة الحسنة. كمان في سوهاج تم الكشف على أكثر من 7000 مواطن في قوافل طبية مجانية، وفي الأقصر تم تحليق 55 رحلة بالون على متنها 1200 سائح من حول العالم. تفاصيل وأخبار أكثر في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في الإسكندرية أكدت مديرية الصحة أنه بيتم العمل للانتهاء من مشروع رفع كفاءة وزيادة عدد أسرة العناية المركزة بمستشفى القباري التخصصي التابع للمديرية، وبيضم المستشفى 35 جهاز للغسيل الكلوي و23 حضانة لحديث الولادة و3 أسرة للعناية المركزة بقسم الأطفال و17 سرير بوحدة العناية المركزة. وبيتم حالياً العمل على الانتهاء من مشروع رفع كفاءة وزيادة عدد أسرة العناية المركزة. في كفر الشيخ نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي معرض مجاني لتوزيع الأثاث المنزلي بمركز سيدي سالم لدعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً بخمس قرى، هي شوغة وشمس الدين والقصابي وأبو عوض والعفيفي. وبيتم رصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحاً وتأثيراً على واقع معيشة الأسر في النطاقات الجغرافية الفقيرة، والعمل على دعم شرائح غير القادرين في قرى ونجوع ومدن المحافظة. في سيناء بتشهد مدينة الحسنة بوسط سيناء أعمال تنفيذ مخرات جديدة للسيول ضمن خطة تنفيذ المشروعات الاستثمارية للعام المالي الحالي، وبيجري تنفيذ عملية تطوير مدخل مدينة الحسنة وعمل مخرات للسيول أمام مدخل الحي البدوي الغربي. في سوهاج أعلنت مديرية الصحة عن تقديم الخدمات الطبية والعلاجية المجانية والكشف على أكثر من 7000 مواطن من خلال 7 قوافل طبية مجانية نظمتها مديرية الصحة بسوهاج في عدد من القرى، وتضمنت القوافل الطبية كافة التخصصات والعلاجات الطبية. في الأليوبية أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي انقطاع المياه عن مدينة القناطر الخيرية اليوم الثلاث لمدة 10 ساعات اعتباراً من الساعة 7 مساءً حتى الساعة 5 صباح اليوم التالي لإجراء أعمال الصيانة. في الأقصر حلقت من أرض مطار رحلات البالون الطائر 55 رحلة بالون أقلت على متنها حوالي 1200 سائح من حول العالم، وسط أجواء مميزة من البهجة والفرحة بين السياح بالبر الغربي. في المنوفية بيشهد مركز مدينة أشمون تنفيذ أعمال تطوير ممشى أشمون الجديد على الطريق الدائري بطول حوالي 1500 متر، وده ضمن خطة التطوير اللي بتتم بشوارع المدينة للارتقاء بالمظهر العام للطريق بتكلفة إجمالية بلغت 13 مليون جنيه.